السلام عليكم خوتو الحباب، مجموعة أصدقاء الطبيعة للطيور. أتمنى تكون أموركم بخير وعلى خير، خصوصا موضوع كدير عبارة عن النقاش اللي يخص الفيطان ديال الفراخ. إخوان، بالنسبة لي أنا في الأول بعدا ملي كيلاو الفريخات يتحركو ويفرفرو عندي تقريبا من ديك 20-25 يوم، كنعزلهم بعدا مع بواهم في السيباراسيون، كندير معاهم مذكر، وفي الليل كنرجع الذكر النجوى، وان شاء الله مع ديك 9 ما بين 9 و 9:30 ديال الصباح ثاني كنرجعوا للوليدات. هذه هي الطريقه اللي كنتبع، وما عمري الحمد لله لقيت معها شي مشكل، حتى كتسالي انت والبيض ديالها باش الاخرين ان شاء الله، وما كنفطنهم حتى كيبانوا ليا كما كنقولوا كيهرسوا زوان وياكلوا بوحدهم. وسبحان الله العظيم كاين اللي كيزطط راسو بكري، كاين اللي كيتعطل حتى لديك 35-40 يوم. واحد الملاحظة هنايا، هذوك الفريخات اللي كيكونوا ما وكلهمش والديهم، يعني احنا اللي زققنا ليهم، هما سبحان الله العظيم هما اللي كيتعطلوا شويه في الفطام ديالهم. المهم الوليدات ان شاء الله ملي كنفطمهم كنحطهم في واحد المسرح كيكون عريض شويه، وضروري كنخلي معاهم شي طير كبر منهم اللي كيكون بحال كما كنقولوا بحال عميل الفريق منه كيتعلم سبحان الله العظيم الماكله والشراب. وبعض المرات ما كيكونش حاصل عندي داك الطير كنقدر نعتمد غير على شي نتيوه ديال الديامو، المهم هي تكون شي حاجه معاهم. سبحان الله العظيم راه كيتعلموا منا الماكله. من بعد كيجي باذن الله كيجي داك الفوج الثاني ديال الوليدات، ديك الساعات كنخلي معاهم شي خوهم من الفوج الاول كما كنقولوا. وكما قالوا الاخوان في المداخلات ديالهم، راه اللي كيبقى ليه الضوء الاخضر باش يفطم الوليدات هو المربي، وهذه راه حقيقه. لحقاش كما كنعرفوا راه وكر كيختلف على وكر، والوكر داخل فيه حراره ورطوبه اضاءه تغذيه وكاع الظروف الخارجيه، يعني المسائل اللي عندي انا ماشي اللي عند الاخر كما قلت. هذه من ناحيه، وغير هو كاين شي حويجات كيعاونونا باش نعرفوا بان داك الفرخ راه خاصو يتفطم او قرب يتفطم. مثلا انا لاحظت هذه بالتجربه، الفريخات ملي كيبداو يصفيو داك اللي كنقولوا ليه ريش الحرام كما تنقولوا، خصوصا داك اللي كيتلم شوك في الراس ديال الفريخ، هذه راه علامه على انه على ابواب الفطام كما تنقولوا. فهاد المرحله اصلا راه كيكون كيفرفر من بلاصتو وكثرت فيه الحركه وتيبدا ياكل يترمل الزرارع. وكاين تاني ديك اللي كنقولوا ليها حنا الشطابه ديال الفرخ، ربما كاينين شي اخوان ما يعرفوش المصطلح ديال الشطابه، هي ديك القزيبه حاشاكم ديال الفريخ، ملي كتبدا الطوال تتوصل تقريبا لديك 5 سنتيم، راه هنا نقدروا نفطموه بلا مشكل، ما كيكونوش المشاكل حيت غالبا كيكون ولا كيعرف ياكل بوحدو. بالنسبه للماكله، مساله طبيعيه كنستمروا في الاكل اللي كنا كنعطيو للوالدين ديالهم، غير كنزيدو تدريجيا شي حويجات كما كنقولوا نطلعوا في الوليدات، شويه ديال البيريلا، شويه ديال الموربيده، شي باتي مزيان، الكريت حتى هو كنعتمدوا عليه في هذه المرحله هذه، واللي ضروري ناخذوا الاحتياط ديالو في هذه المرحله هذه بالنسبه اللي خاصنا نحضيو معاه بزاف مع الوليدات هادو اللي كيكونوا مفطومين، هو عسر الهضم. مهم نحتاطوا ما امكن من المساله هذه. اما بالنسبه للتشحام ديال الطويرات راه مزيان ليهم في هذه المرحله العمريه، لحقاش كما كنعرفوا تابعهم غير البداله، وكنعتمدوا كذلك على المسائل اللي كتنشط وكتحافظ على الكبد. بحال انا شخصيا كندير الحرقوم بلدي والجريره ديال الشوك حتى هي مدوزه في مورينيكس ونعطيوها ليهم، منقوع ديال الخرشوف كذلك، ومره مره كنطلق ليهم شي تغارير يتصنتوا ليها واخا حتى ما كنشارك لا في كونكورات لا في والو. المهم هذه عاده بقات عندي كنديرها كاع الطويرات فاش كيكونوا في الطوبين باش كيكونوا باغيين صغار، واللي ضروري نتحاشاو كما صاروا ليه الاخوان في هذه المرحله هذه هو الاكتظاظ. الاكتظاظ ديال الطيور ملي كيكون عندنا داك المسرح دايرين فيه الوليدات بزاف راه كيكونوا المشاكل طبيعه الحال، الدوش والتشماش هذه بلا ما نتذكروا عليها. وفي هذه الفتره بالنسبه ليا كاينين شي طويرات بحال مثلا دوك اللي راس اللي عزازين عليا شويه اللي كيكونوا شويه
قعبته كيف مثلا نقولوا، كندير ليهم في الدوش ديالهم كندير ليهم واحد المعلقه ديال زيت اللوز الحلو، تبارك الله كطلع ريش غزال. وكما قال سيدي محمد البرجيجي ضروري في هذه المرحله ثاني هذه نحافظوا على السلامه الصحيه ديال الطويرات، كما شار ليه بالنسبه للمعالف ديال الماكله يكونوا برا احسن حاجه هي يكونوا برا. وفي هذه المرحله الاخوان العدو اللدود هنايا بالنسبه للوليدات هو الكوروندير، كوروندير الاخوان يحضي منه بنادم بزاف في المرحله هذه حيتاش كيأثر عليهم اكثر من الطيور الكبار، نحضيو منه بزاف في المرحله. ومن الاحسن ثاني في هذه المرحله هذه ما نقدموش الادويه في هذه الفتره العمريه حيتاش من احسن حاجه نخليو الطوير يربي المناعه ديالو بوحدو، الادويه لا تضطرينا ليها في شي حاله قصوى لا قدر الله. كذلك واحد المسألة اللي شاروا ليها الإخوان، راه الطير اللي ما اللي مفطون في السلاكة كيكون أحسن من الطير اللي مفطون في القفص من ناحية الصحة ديالو، وراه باين علاش، وكيكون حتى في الفصالة ديالو تيكون زوين، وسبحان الله العظيم كيكونوا ساهلين في الكوبلاج حيتاش كيعرفوا بعضياتهم ماشي بحال اللي مفطومين في القفص. واحد النقطة مهمة الإخوان في هذه المرحلة ديال الفطام، نحاولوا ما امكن نكثروا من دوك الوقافات في المسرح اللي درنا فيه الوليدات، حيتاش دوك الوقافات عندهم واحد الدور كبير، داك التنقاز من وقافه لوقافه راه هو اللي كيخلي الطوير يكتسب هذاك اللي كيليبر كما تنقولوا، خصوصا الذكور مزيان ليهم اللي كيليبر حيتاش هو اللي كيخدم معانا في المرحله ديال الانتاج. راكم فهمتوا، راكم كنظن بانكم فهمتوني اش ما نقصد هنايا في يعني التخصيب اللي كيليبر، راه هو التخصيب هو اللي كيليبر، الا ما كاينش اللي كيليبر ديال الطوير راه ما كاين والو. من المسائل اللي كتعاوننا في اللي كيليبر ديال الطوير هي ديك في هذه الفتره العمريه نكثروا دوك الوقافات راه كينفعوا. وبالنسبه للنقطه اللي ذكر البارح السي البرجيجي بخصوص ديك القنب وسط المسرح، انا شخصيا كنستعملها اخويا محمد، وراه فكره مجديه، غير هو خاص ديك القنينبه تكون غليظه شويه وتكون مشنتفه، تكون مشنتفه وراه تقريبا كتأدي الدور ديالها واحد 70% تقريبا كتأدي الدور ديالها، حيتاش كما كنعرفوا هذه الفتره العمريه هي كما كنقولوا ديال الشقاوه، وسبحان الله العظيم راه كتكون عند جميع الكائنات الحيه. واللي مهم نعرفوا الاخوان هو ان الوليدات راه هما الانتاج ديال المستقبل، سواء في الباص ديالك انت ولا ديالي انا ولا ديال الاخر، حيت راه شي غيشري من عند شي، هادشي علاش خاصنا نهتموا بهم ونتهلاو فيهم بحكمه كما تنقولوا. واحد النقطه الاخوان جات في بال قبل ما ننساها، بالنسبه ل هذا بالله مش طراجي، بالنسبه لهاد الفتره العمريه ديال الفطام من فاش كنفطموا الوليدات، راه هي اللي يمكن لينا نعودوهم وندخلوا ليهم غير بالفن واحد النوع ديال الاكل اللي ربما تيكون صحي وما مولفينوش الطيور، مثلا والديهم ما كانوش تياكلوا لينا. المهم هذه هي المداخله ديالي حد الساعه، مهم شاركت بها الاخوان ديالي. وبالنسبه لي انايا الاختلاف بالطيور الاخرى ديال مثلا الكناري كولر، اختلاف تيكون غير في الطريقه ديال التقديم والوقت والطريقه ديال التقديم ديال الملون، اما المسائل الاخرى راه كتكون تقريبا نفسها. وكنتمنى من الاخوان موسم ان شاء الله زاهر، الانتاج يكون زوين وما يكونوش فيه المشاكل، ويكون الطويرات صحيحه مزيانه، والله يوفق الجميع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.